ما هي مواصفات المصلح؟ أشكون يدير الصالح؟ هذه لو كان نقول أشكون يدير تريسيتي، اللي يعرف تريسيتي، أشكون يداوي لك الطوموبيل كي تمرض؟ ميكانيسيان. أشكون يداوي الصحة نتاعنا؟ طبيب. ربي قال فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصلح هذا يقدر يديره أي إنسان بشرط يكون عنده شوية واحد الصفات لازم تكون. الصفة الأولى لازم يؤمن بأن الصلح هذا طاعة من الطاعات. أنعمه طاعة من الطاعات. أنت كي يكون عندك خاوتك في مشكلة أتروح باش تفري بيناتهم، هو راك طائع ربي الذي أمرك بالصلح، وراك طائع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. طاعة وفيها حسنات كثيرة بزاف، ماشي شوية، أو تقريبا كي تفري مشكلة كأنك صايم شهرين وقايم الليل شهرين، ودير حسابك. أنا عم نعود، هذا هو البرام، ميزان الحسنات. كي تفري قضية كأنك صمت شهرين وقائم الليل شهرين، وشكون هذا منا اللي يقدر يصوم شهرين دائما ويزيد يقوم الليل يعني يوميا إلا من رحم ربي؟ باش نعرفوا بلي الصلح هذا مليح بزاف. لازم اللي يدير الصلح يؤمن بهذا الأمر، يفهم بلي الطاعة. ثنين، لازم يكون عنده النية، خطر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رقم ثلاثة، لازم يكون عنده الصبر الجميل، هاو يصبر هاو يتمرمد. وعلى بالي راكم دخلتوا في قضايا الناس تمرميدة ولا لا؟ لا، باش نقولك صلي أربع ركعات عادي تصليها وخاشع ما شاء الله، نقولك روح برك البيرتوتا ولا الوهران عندنا بلباتنا سقها راس كان واحد المشكلة في ريها، وكي توصل ما نهضرش على الطريقة، كي توصل ممكن يجيبوا معك 47 ساعة وما تفرش، تريح 3 أيام الله ينوب ولا لا؟ لا، كل عمل تقدر تعطي له مدة، تقول من إلى الصلح، ما تقدرش تقول من إلى. ممكن تبدأ الصلح ضرك بعد العشاء مثلا، الفجر وما زال ما فراش، هذا ما كان. ممكن غدوة زيدوا تكملوا، وكان الصلح اللي هذا بين الأفراد، أما كي يكون بين الشعوب وبين الأمم والدول هنا اللي لازم عزيمة أكبر. لأن لماذا؟ لأن رب سبحانه قال في سورة الحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 13. إذن لازم من مواصفات المصلح الصبر الجميل، النفس الطويل، الاستعداد للتضحية بالمال والوقت والجهد إلى آخره، وسع خاطرك ولا تستجيب للاستفزازات. ممكن تروح دير الصلح بنيتك، واحد من الخصوم يقولك أنت راك تعطي له الحق، يستفزك يخرج منك زعاف. ما تزعافش، لا تغضب، هيه لا تغضب. لو كان تغضب الصلح راح، تولي انت ادفيرسير، تولي خصم، كانوا زوج وليتوا ثلاثة ولا لا؟ لا، اكيد جربتوا هذا الشيء، تكونوا زوج. علاش في دستور القضاء تسمعوا به كامل؟ اشكون دار دستور القضاء؟ عمر الفاروق بعث رسالة الى ابي موسى الاشعري، دار له لا في دروت، ما عندهاش مثيل في العالم،
وتسمى دستور القضاء. هذه موجهة للقضاة، للحكام، للمصلحين، للوسطاء، كاع الناس اللي يخدموا في هذا الإطار. فيها بزاف عجب من الأمور اللي يقولها. يقول لك لازم تعديل، تكون حيادي نوتر، ماشي واحد الخصم تقول له اهدر براحتك والآخر يبدأ يهدر اسكت بركة بركة فهمتك خلاص، يقول خلاص صافي هذا هو المصلح، هو أعطاله يهدر براحته وأنا يا يقطع لي الكلام، يغض الحال. من بعد يتهمك يقولك أنت ظالم، وطبعا عنده الحق. ماشي واحد تعطيله البسمة تبسم في وجهه والآخر تزعف عليه، لا لا غلط. علي بن أبي طالب وقف أمام القاضي شي قالوا برك القاضي يا أبا الحسن، زعف علي بن أبي طالب، وذلك القاضي كيف قالوا زعفت مادام أنت أمير المؤمنين وتوقف مع لادفيرسير نتاعك مع الخصم نتاعك؟ قالوا لا لا، لأنك خاطبتني بقولك يا أبا الحسن، وهذاك زقيت له باسمه خطأ، زقيت لي باسمي قل يا علي، ما تقوليش يا أمير المؤمنين ولا تقول يا أبا الحسن، لا لا يا علي كيف كيف، وهذاك زقيله باسمه تقول يا عمر ولا يا عثمان، كي كل واحد باسمه. علاش قلت هذا الكلام؟ باش نقول أيضا ما يكون مطلوبا في القضاء يكون مطلوبا أيضا في الصلح، وحتى حينما تستفز ربي ما قالكش ما تزعفش، قال لك عص روحك احكم روحك برك. ربنا قال في أي القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن من شروط أو مواصفات المصلح ألا يستجيب لأي استفزاز، لأن هذه الصفة صفة مهمة جدا تكمل سعة الخاطر. وربنا عز وجل قال في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كي قال ما تزعفش. لماذا؟ لأن الغضب يفسد العلاقات، الغضب يفسد عملية الصلح تماما. هذه صفة أساسية في من يتصدى للصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، معنى عنده مكابح لفران، عنده فرامل من أجل إنجاح عملية الصلح.